من قضاء الفاو المطل على شط العرب في البصرة تصدح أصوات الصيادين أنضاق بنا الحال واستحكمت حلقات هذا الضيق دون انفراجة تذكر. فحكومات الاحتلال المتعاقبة على حكم العراق الجديد منذ عام 2003 لم تنتصر أي منها لهؤلاء الكسبة، فصار الصيادون صيدا سهلا للدوريات الإيرانية والكويتية في مياه شط العرب. اعتقال وضرب وابتزاز مالي وأشكال أخرى من الانتهاكات يتعرض لها الصياد العراقي داخل حدود بلاده المائية وليس خارجها. ولدى استفسار الصيادين عن سبب محاسبتهم داخل حدودهم المائية كانت الإجابة هذه: إيران أذيت شيء ما أذيتني إيران، لأن الزورق من يدخل بشط العرب يأخذونه، يقولون هذا المياه كلها إن أنتوا لكم بس اليابسة، شط العرب كله إنه، كذلك الكويت يقول خور عبد الله كله إنه. شهادات صادمة للكثير من صيادي البصرة في الفاو تروي أشكالا من الاعتداءات عليهم من قبل الدوريات الإيرانية والكويتية، اعتداءات تصل أحيانا إلى التسبب بعاهات مستديمة للمعتدى عليهم. مدخل مغصب دورية الكويتية طابقة، أي واحد اللي يعبر يعذبوه أشكال التعذيب. هاي واحد من الكتل هوينا والله مخبل هسا يمنا بالجمعية، تخبل من الكتل، داروا عليه بخشب كتلو ذا بروحه بحر خطية، صارت به جلطة وقف عند دماغه تخبل. ويرافق تلك الاعتداءات شبه اليومية ضد الصيادين العراقيين تضييق كبير على حركتهم بشكل يوحي بأن العراق فقد السيطرة على حدوده المائية في مياه الخليج العربي. منا إيران تكبنا، منا نروح صوب الميناء أمريكا يقول لك ابعد عن الميناء 30 كيلو، نروح منا صوب الكاسر يقول لك ابعد عن الكاسر 30 كيلو. ورغم التقدم بمئات الشكاوى عن الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون إلا أن السلطات الحكومية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث. ماكو دفاع للصياد، يعني ماكو دفاع للصياد، ماكو فد شيء للصياد مثلا، يعني كأنه إنسان حاط شفنه بيده وقاعد يمشي بس على مود عايش حياته. مهنة صيد الأسماك تنحسر يوما بعد آخر في مياه شط العرب تحت مرأى ومسمع السلطات الحكومية، وبات ظفر الصياد بسلة من الأسماك دون التعرض لأي اعتداء إنجازا فريدا من نوعه.